أكيد الحرب بسوريا كان لها تأثيرات سلبية. الجانب الأول هو الجانب السياسي، وجدنا بأن دور الدولة السورية تراجع على مستوى الإقليمي وكذلك الدولي نتيجة الحرب، وكان أولوية الإرهاب محاربة الإرهاب هي ضمن سياساتها. أيضا في الواقع الاقتصادي هناك شبه تراجع كلي للاقتصاد السوري، بدأنا نشهد تراجعا كبيرا لقيمة الليرة السورية وكذلك للوضع الاقتصادي والاستثمارات في سوريا. التغيرات التي حدثت بعد 2011 يعلم فعل حدث تغيرات كبيرة على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى المعيشي المحلي في ليبيا، حيث أصبح الشباب ليس لهم دور بارز في هذه التنظيم الدولة الأساسية في الاقتصاد، أصبح الشاب بدون مرتبة بدون وظيفة معلومة. نقول إن الثورة في تونس لم تحقق لنا المنشود. إلى يومنا هذا لا يزال الحراك الاجتماعي يطالب بالتنمية والتشغيل، وهما إحدى ركائز الثورة التونسية. فمثلا عدد العاطلين عن العمل قد ناهز خلال أغسطس 2020 قرابة 750 ألف عاطل. المقدرة الشرائية للمواطن التونسي تراجعت ب 50% مقارنة ب 2010، وهذا شيء محزن خلى نظرتنا للمستقبل ضبابية.